قلت لي في بدادين في الأوف، قلت لي الموضوع هذه الكل والزاوية اللي تم معالجة الموضوع خاصة من بعض الأطراف بعدتنا على موضوع الهجرة. طبعا طبعا احنا كان الموضوع المطروح اليوم مازال فارض نفسه، موضوع تواجد الأفارقة في تونس وطريقة تعاطي معه، سواء في علاقة بالجمعيات أو في علاقة بالسلطة كيف تعاطت معه. وشفنا الحادثة اللي صارت منذ يومين في جهة توزر، تم قتل زوز من رعاة الإبل من قبل الأفارقة وتم نظرنا إلقاء القبض عليه، وما زلنا نشوفه الأخطر. كان الملف هذا وهو ملف حارق طبعا، الناس كل تحدث عليه، رئاسة الدولة رئيس الجمهورية تحدث عليه، ملف يهدد أمن القومي ويهدد أصل وجودنا، وثم مخططات غربية في علاقة بالتوطين خدمة لمصالح أوروبا اللي ضجرت من تواجد الأفارقة هناك، يحبوا يوطنوهم في تونس ونكونوا نحن حراس لحدودهم. اليوم يجي الملف هذا، وذاك علاش الغرب يتدخل بالإعلام بوزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي، الكل يحب ينفخ في القضية دي ويصورها هي أزمة بتاع حريات في تونس، والحال أنه مشكل كان يتعالج بكل بساطة وبحكمة، بما في ذلك تدخل السلطة كان بالإمكان يكون أكثر حكمة، حتى ما نعطيش الفرصة لهذه الأطراف أن تحول الأنظار من قضية مركزية كنا نواجه فيها ونتحدث عن الحريات، وهي ما هيش قضية حتى لا نتسرع في يعني وضع الناس في السجون لكلمة أو لتعليق أو لتصريح. راهو الكلمة نقولها للمرة الألف وباش نقعد نقولها، راهو الكلمة يعني ما تحطش عبد في السجن. راهو تنجم كنا نحكي نزار في وسيلة إعلام، فما وسيلة أخرى أحسن وسيلة هي الخطايا المالية فقط. بما انه ماعادش عندنا برشا وقت، كلمه حبيت تكمل بها سي بدر الدين، حبيت نقول اللي نقول جلب الانظار والانحراف بالقضيه هذه ديفيرسيون، يعني ديفيرسيون. نعم ثم انحراف كبير. انا نشوف اللي تم تسييس الموضوع وصفت معركة سياسية احنا عرفوها مليح، اللي هي معركة واحنا قراءتك للي صار البارح في دار المحامي في الليل، ويعني إيقاف المحامي، ويعني اللي صار معناتها قبله في المحكمة ما بين الأمن الجميع سواسي أمام القانون، القانون يطبق على الجميع. كان بالإمكان التعاطي مع هذا المشكل بأكثر مرونة، وكان بالإمكان تنفيذ القانون بطريقة بعيد كل البعد، رغم أنه ثم أطراف حاولت تشوه. والتصاور اللي شفناهم من دار المحامي راهو فيهم فبركه كبيره، صوره بورقيبه شفناها اثناء التدخل معلقه بعد نلقوها موجوده على الواحد لجلب الانظار واستقطاب جهه معينه. ثم تسييس توظيف، نعم ثم توظيف ثم تسييس الواحد هذا. انا اقول وادعو الساده المحامين ان نأي بهذه المهنه الشريفه، هذا قطاع مناضل من حقه يكون عنده مواقف، ولكن ما يكونش هو طبعاً ساحه لمعركه سياسيه ماهوش هو الاساس فيه. 2700 الف به كلمه خاطر 2700 وثيقه باش تعلقوا عليها في كل وثيقة في الوقت هذايا، في كل اي حادث من الحوادث باش تلقى باش يولي ويسمح هو فضاء ومساحه ومربع لمعركه سياسيه. لماذا؟ لان المعارضه اليوم في تونس تحتاج الى متنافس، فين تمارس معارضتها، فين ترفع شعارتها، فين تعمل البوس كما نقولوا احنا بلغتنا، فين تنجم تكون موجوده. اذا في اي مكان في اي حدث من الاحداث بالافارقه جنوب الصحراء في غيره في غيره سافي بارتي دو جو بوليتيك، سافي بارتي دو جو بوليتيك. هذاك هو 2700 وثيقه مدرسه. علق لي على هذه سيد النائب رئيس تحدث اكثر من مره على الوثائق المدلسه خاصه في الوظيفه العموميه، والبارح جاء التقرير الاول وسمعناه كانت في كلمه دامت 5 دقائق تقريب. احنا ما عادش عندنا برشا وقت دونك مش نعديوها. تعليقك على هذا الموضوع؟ والله شوف كيف نسمع 2700 وثيقة مدلسة وتحدث رئيس شهائد علمية، انه شهائد علمية وخاصة قال من الخارج ومن الداخل، راهو هناك نقولوا من الخارج والداخل ونقولوا وثائق مدلسة معناتها فما تواطؤ. اش معناتها فما تواطؤ؟ كي نقولوا شهائد مدلسة ومن الخارج نعرفوا انسان اش يقرا لبرا واش يجي لتونس يجيب الشهادة نتاعو وياخذ ليكيفالونس نتاعها. دونك هنا في ليكيفالونس اللي خذاها من تونس وين اش ياخذها؟ اش ياخذها في وزارة التعليم العالي. معناتها اليوم فما تواطؤ، معناتها فما اطراف متواطئه في العمليه هذه. لكن نحب نقول طيله السنوات الفارطه الكل وطيله السنين هذه، احنا يظهر لي في كل اداره وفي كل وزاره عندنا اداره عامه وعندنا متفقد، عندك متفقد العام في كل وزاره، وعندك ناس مكلفه بمهام التفقديه وبملائمه بعض القوانين والتشريعات لبعض الاوامر والبعض القرارات نتاع الوزراء والمسؤولين. نحب نقول وين هي الادارات هذه؟
وين هي التفقديات اللي موجوده براتيكمون في كل الوزارات وفي كل المنشات العموميه؟ وينها طيله سنوات الفارطه؟ اليوم كي نقولوا وثائق مدلسه او شهائد مدلسه او ناس دخلت كذا معناتها فما تواطؤ، وهذا الكل يخلي زاد لازم مراجعه الانتداب في الوظيفه العموميه. معناتها اليوم الانتدابات في الوظيفه العموميه لازم تتراجع بعض المعايير نتاعها، وهذا مهم جدا، معناتها انه يتم العمل عليه في المستقبل. حتى صحيح كان فما ناس بطبيعه ناس اليوم هذه تتحاسب وما يتمش وضع الناس الكل فرد خانه، هذا مهم جدا، ولكن ايضا لازم فما ناس عندها مهامها لازمها تقوم به. وش نقعدوا اليوم صارت فما مهام هذه التدقيق او اعمال التدقيق اللي ان شاء الله نعرفوا المآل نتاعها والارقام الرسميه نتاعها. اي خاطر هذه قال في قطاع واحد الرئيس، قال في برشا قطاعات، حدث انه في برشا قطاعات عنده بعض المقاييس، قال في مجال الاعلاف وفي برشا مجالات، لكن ننتظروا ايضا مهام التدقيق. نعرفوا فما لجنه وطنيه اللي مع لجنه كامله قاعده تقوم بمهام التدقيق في الانتدابات في الوظيفة العمومية اللي قاعدة عندها تخدم معناتها فترة كبيرة، إلى اليوم ما زلت ما عندناش الأرقام المعطيات الدقيقة. سيد الدين جمودي هو كان يرأس يعني اللجنة هذه نتاع التدقيق الإداري، اليوم تعتبر اللي اليوم تفتح الملف فعلا؟ أنا أتذكر في الحلقة الفارتة جبت الموضوع هذا بالضبط وقلت مستحيل يكون عندنا 300 ولا 400 ألف وراي عملية ضخمة ياسر. اليوم الحديث على 2700 رقم معقول إذا كان ثم شبهة في 2700 كان في ولاية برك. لا 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 هو حديثه على ولاية في الأول يقول ثم الختم نفس الختم موضوع على شهيد في جهة واحدة وفي تخصص واحد. لا هذاك يحكي في البداية. دكتور الرقم هذا مقبول منطقي مقبول، ولكن أقول هل أنا الأمر يستدعي أن رئيس الدولة يشكل لجنة؟ أين أجهزة الرقابة؟ فمش أنا نعم أجهزة الرقابة ما تمشيش في الدولة. عليش. لو كان فما أجهزة رقابة موجودة راه ما تلقاش الأسعار في الأسواق خاصة. للأسف أبسط حاجة أبسط حاجة. هذا دور الرقابة يجب أن يكون عمل يومي لما تكون ثم مناظرات قاعدة تثبت مش شهيد، واحنا في دولة واحدة الشهادة مصدرها وزارة التربية تتصل بوزارة التربية الشهادة هذه صحيحة ولا مصدرها وزارة التعليم العالي تتصل بوزارة التعليم العالي ويقع تثبت في الأجال المعقولة حتى من بعد يباشر فقط به من الأول. أما تراكم الأمور تصبح 2700 رغم أنه رقم مش الرقم كنت تحدثوا عليه. ولا تقول أنت بالنسبة لعدد موظفي الوظيفة العمومية تسمى مش كبير. إيش هي النسبة المئوية من 800 ألف؟ فهمني؟ رغم أنه نتمنى ما يكونش عندنا 2700 شهادة مدلسة. ما زالوا فهمني ما زالوا التدقيق معناتها العملية التدقيق يبدو أنه تقرير نهائي قدمه سنة في التقرير الرئاسي ونشوفوا يعني اللي هو التقرير النهائي ولا خاطر ما فهمنيش. قالوا تقرير أول وننتظر التقرير النهائي ربما حسب البلاغ نتاع الرئاسة معناتها. شكرا لكم، ميرسي بوكو سيد نائب ياسين ميمي، شكرا سيد بدر الدين جمودي، ميرسي بوكو نزار، شكرا لكم، كنتم على خير.